المستمع. ودلوقتي على فكرة هناخد المحاضرة أو السيشن بتاع الكومبليمنت ريدنس هيشارك فيها طبعا الدكتور محمد يوسف. محمد يوسف ده على فكرة ده الأستاذ الجراحة في القصر العيني، وبعدين هو متولي موضوع الحجامة ده، يقول لك لازم نجيب الحجامة دي واستعملت فوق 3000 سنة. الله، طب إيه السر بتاعها؟ لازم يكون فيها سر، ولكن إحنا دلوقتي يمكن مش مهتمين بيها أوي، لكن إحنا داخلين على فكرة إن إحنا بنعمل ريسيرش دلوقتي فيها، وبنشوف الإيه الإيفيدنس بيزد ميديسين بالنسبة للحجامة. اتفضل دكتور محمد، ومعانا كل السبيكرز بعد كده. ميرم بروفيسور ميرم، كام بليز. احنا عملنا اول مؤتمر على فكره عن الموضوع ده في البوسنه، في وعملنا كاميرام على فكره ده نيورو سيرجن من البوسنه، وعامل في سراييفو، وعامل حوالي 19,000 حاله في الايه في الفضل. الدكتور انور بعد اذنك اتفضل. والدكتور أنور نفس الحكايه برضك. وكامل حموده موجود. الدكتور كامل اتفضل يا حبيبي. والدكتور امان. طيب. والدكتور انور. خلاص يعني كده ايه؟ محمد منادي تعالى ابتدي السيشن بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. بدايه أنا بشكر أستاذنا الدكتور رضا على الاستضافة وعلى الدعوة، وهو حقيقة بيرعى هذا الموضوع من اليوم الأول. دكتور رضا زي ما تفضل، أنا محمد يوسف، أنا أستاذ جراحة في القصر العيني، يسمونا يعني اللي على المعاش اسمهم إمرتس بروفيسورز. قصة الحجامة، إحنا يعني الحمد لله المجموعة اللي هتقدم السيشن دي هي كلها من مبادرة أطلقت من أكثر من سنة لدراسة الحجامة. يعني نريد أن ندرس الحجامة كميديكال موداليتي، ريسبكتد ريكوجنايزد ميديكال موداليتي، ريكوجنايزد من الـ WHO، مش مكان صغير، بتمارس في دول كثيرة جدا. المجموعة الموجودة واللي بأشرف أنا واحد من الفاوندرز، كل المجموعة من الفاوندرز بتتميز بعدة ميزات من عدة دول. الدكتورة نيفين مشرفانا من كندا، بروفيسور ميرم من البوسنة، دكتورة عبد الجواد، أنا مش عارف حضرتك، دكتورة عبد الجواد من السعودية، يعني مجموعة من دول مختلفة ومن تخصصات مختلفة، وبيجمعنا ان احنا عايزين ندخل على موضوع الحجامة اللي هي ليها مسميات باللغة الانجليزية ويت كابينج بلاد ليتنج، وتمارس في دول عذرا ان احنا يعني مصريين او اغلب الحضور مصريين، المنظومة الصحية فيها يعني كنترول اكثر مننا، وما كان لهم ليسمحوا باداء الويت كابينج الا لو قصة بروف ان هي لها فعاليه كبيره. واول يعني دليل عايزين نبدا بيه اللي هو لان الحجامه زي ما بيقولوا ملمسه مع السنه النبويه المتاخره، فعايزين نعرف ما هو الحقيقي وما هو الفيك. ف يعني يشرفنا ويسعدنا ان يكون يعني فضيله الشيخ سمير الراقي الذي له باع كبير في نشاطات الفقه كداعية إسلامية في الغرب، في إمام ومدير المركز الإسلامي في بلجيكا لسنوات، ثم في المملكة العربية السعودية، وفي رابطة العالم الإسلامي، ليلقي كلمة في هذا الموضوع. فضيلة الدكتور سمير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يشرفني حضور مع مجموعة من الأساتذة الكرام والأطباء المتخصصين في أمر أنا ليس متخصص فيه، ولكن الجزئية
التي سأتكلم عنها هي الجانب الذي يمس من ناحية الإسلامية أو من ناحية الاستعمال النبوي للحجامة. فبالنسبة للحجامة طيب احنا نبدأ. نعم، الفصل والحجامة من الطرق العلاجية المعروفة قديما، هذا كمان معروف ويستخدم عند الأشوريين والفراعنة وفي بلدان المشرق ولا زال مستخدم إلى الآن، وخصوصا في أفريقيا في كثير من دول الإسلامية. الحضارة الإسلامية اهتمت بالطب بصفة عامة والتقنيات الطبية، ومن بينها الحجامة. الحجامة يعتبر تقنية طبية لعلاج عن طريق الدم، وبخاصة بعد ثبوت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وحظه على الحجامة. طبعا في عندنا عالم جميعا تعرفوه، أبو بكر الرازي، هذا في القرن الرابع الهجري، وهو من أول من كتب كتابا علميا سماه الفصد والحجامة. الفصد طبعا الفرق بينها، الفصد اللي هو في البطن إخراج الدم الجسم من الشريان أو من الوريد، آسف، يشبه سحب عينات الدم وإن كان قصد الطب. الحجامة للكوبين شفط موضعي للدم من سطح الجسم عن طريق التشريط. أما الترانسفيوجن أو بلاد ترانسفيوجن كما معروف، عملية إنقاذية يتبرع بها شخص صحيح لآخر مريض دون الإضرار بالمتبرع، وهي أشرفها لأن فائدتها تتعدى. دائما عندما تتعدى الفائدة يكون الأجر والثواب أعظم. طبعا الحجامة مأخوذة من كلمة تحجيم، يعني تحجيم الدم أو جمعه في كمية في مكان مناسب ليمكن استخراجه سواء كان فاسد أو زائد. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في 5 مواضع التي وردت في الأحاديث الصحيحة: وسط الرأس اللي هو اليافوخ اسمه، هذا من الشقيقة اللي هو الصداع المزمن له، وفي الأخدعين اللي هو وراء الأذنين هنا، وعلى الكاهل، يقول الكاهل الذي يحمل عليه اللي هو بين الكتفين الوسط النقرة اللي بين الكتفين، هذا اسم الكاهل، وظهر القدم، وعلى الورك من وث إن الوث اللي هو دون الكسر ودون الشرخ، يعني تورم في نتيجة لسقوط من الفرس كما ورد في بعض الأحاديث. كما احتجم صلى الله عليه وسلم، وهنا الحكم مهم جدا، وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهذا الأصح في الأقوال. مواضع الحجامة لا يوجد تحديد لمواضع الحجامة، هذه الأماكن فقط اللي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيها، ولكن الصحابة احتجموا في أماكن كثيرة. فحاول الوضع يعني بعض الإخوة المتخصصين من علماء أنا، فأوصلوها إلى 89 موضع، 55 على الظهر و43 على الوجه والبطن، ولكنها متروكة للمعالج. وهنا يعني أنصح برسالة صغيرة يمكن حوالي 12 صفحة اسمها سد الحاجة في أحكام الحجامة لحسن قاري الحسيني، وهو حجام أصلا أيضا، يتضمن فيها مراجع يعني ممكن الرجوع إليها بشكل سريع، وهو أيضا ذكر المراجع التي ممكن اللجوء إليها. أشهر الأحاديث التي وردت عندنا: إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري، لو النشوط يعني، وفي رواية خير ما تدويتم، وفي رواية أفضل ما تدويتم، وهذا هو أصح الأحاديث التي وردت في الحجامة، لأن ورده أو أخرجه مالك والشيخان وأحمد وغيرهم من رواية سيدنا أنس.
الحديث الثاني: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجارة. أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيدنا أنس. من احتجب للسبع عشرة من الشهر والتسع عشر وإحدى وعشرين يعني ليالي إفرادية وكان له الشفاء من كل داء، أخرجه أبو داود والحاكم. هذه كل الأحاديث صحيحة. الشفاء في ثلاثة، شوف كيف الحديث العجيب: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا أخرجه الشيخان وأحمد والنسائي، وهو أيضا الحديث التي قلنا أنها حديث. أما في حديث اشتهر وهو يعني بعضهم رجح أنه حسن ولكن الأصح والله أعلم أنه ضعيف: الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعني الأقرب أنه ضعيف والله أعلم. أحاديث ضعيفة المتداولة والحديث الصحيح يغنينا عن الضعيف: الحجامة تنفع من كل داء، الحجامة في الرأس دواء من الجنون والجذام والعشاء اللي هو يعني الظلمة اللي تأتي في العين والبرص والصداع، الحجامة في الرأس هي المغيثة وهذا كان مشتهر بين الناس وهي أحاديث ضعيفة. الحجامة في الرأس من الجنون والجذام، الحجامة يوم الأحد شفاء، الحجامة تكره إلى آخر هذا. كل هذه الأحاديث كما قلنا أنها أحاديث ضعيفة السند، أي لا يعول عليها في إصدار حكم. حكم الحجامة عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في حكم الحجامة على قولين. القول الأول أن الحجامة مندوبة ومستحبة. إحنا عندنا في الفقه كما هو معروف أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أو أمر به هو السنة، لكن السنة هذه عندما تتحول إلى استحباب أو ندب لابد أن يكون فيها ثواب يحرمه من لم يفعل ويأخذه من يفعل، أو يكون فيها نهي. فالحجامة ليس فيها ثواب محدد يعني كما سيأتي. القول الثاني أنها من المباحات العلاجية فحسب وليست من المستحبات الشرعية التي يترتب عليها أجر الفاعل أو إثم التارك. وعليه في الحجامة حكمها الإباحة إذا تحقق فيها صلاح الأبدان، ومكروهة إذا أدت إلى جلب مرض، هذه شفت ثلاثة حاجات الإسلام يهتم بها، أو زيادة مرض أو تأخير شفاء. أي من هذه الثلاثة في أي علاج منهي عنه مكروه: أن يؤدي إلى جلب مرض أو يؤخر شفاء أو يزيد المرض، لأن الأصل في الأمور العادة في العادات اليومية في شؤون المعاش والأبدان الإباحة، لقول صلى الله عليه وسلم: أنت أعلم بأمور الدنيا، وذلك طالما أنها لا تتعلق بالأخلاق والمعاملات أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب ثواب خاص أو عقوبة أو لوم حتى لمن تركها، ولا يظهر منها وجه تعبدي. هذه يعني والله أعلم هذا من ناحية فقهية. هنا الإمام النووي والإمام المازري المالكي نقلوا أمر عجيب يعني أرجو أن نسمعه لأنه قضية طبية مرة مهمة. إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى أن المريض يكون الشيء داؤه في ساعة ثم يصير دواء له في الساعة التي تليها، بعارض يعرض من غضب بحوم يحمي مزاجه يعني يولع في جسمه فيغير علاجه، أو هواء يتغير أو غير ذلك، يعني حتى تلوث الهواء وهذا مذكور هنا، مما لا تحصى كثرته. فإذا وجد الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال وجميع الأشخاص، والأطباء مجمعون. هذا كلام الإمام النووي في القرن الخامس الهجري مش الآن، على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء والتدبير المألوف وقوة الطباع. شوف سبحان الله يعني جمعها كلها.
وهذول علماءنا اللي قبل أكثر من 1000 سنة. الخلاصة، الحجامة أمر مباح ولكنه عادة من العادات الطبية، يطلبها ويعملها من يحتاجها تطببا وعلاجا، وليس لها صفة عبودية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يجب منعها أو استهجان فعلها أو السخرية منها واعتبارها دجل أو شعوذة أو التخلف، لأن ذلك انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الذي فعلها وأمر بها. ولكن يجوز وضع التنظيم الصارم للحفاظ على الصحة العامة، بل هو أمر مطلوب شرعا، لأن القصد من الحجامة هو طلب النفع ودفع الضرر. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سمير، يعني في اسئله كثيره بس عشان خاطر الوقت، جزاك الله خير. انا اقول لك من افضل ما سمعت في القيام في هذا الامر. جزاك الله خير، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاول عشان انا اول مره اتكلم فلازم اسلم عليكم. دلوقتي هيبقى المحاضره مع الدكتور ميرو. دكتور رضا، الاول معلش انتوا مش مدين لي الورقه، مش ذنبي. دكتور رضا طبعا غني عن التعريف، واستاذنا والدكتور رضا سبورتنج جدا لموضوع الحجامه والكومبلمنتري ميديسن، وهنبدا بهيستوري اوف حجامه. طبعا اي حاجه علشان نقدر نشتغل فيها صح ونقدر نطورها بطريقه صح، اعتقد انه اتس ذا بيزك نوليدج، وي هاف تو نو ذا هيستوري اوف ذات ثينج. فدكتور رضا متفضلا علينا هيقول لنا الهيستوري في حجامة وبعدين نكمل. انا بعتذر دكتور رضا، ادوني البايوغرافيز مش موجود فيها، انا اسف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى عن هيستوري اوف كابينج فور فيو مينتس. الكابينج ثيرابي is the one of the oldest and most effective method for releasing the toxins from the body, tissue and organs. The first use of cupping in the world was recorded in ancient Egypt, where ancient Egyptians used the cupping to treat diseases. ويمكن أشهر حاجة موجودة في الإبرز بابيرس، والإبرز بابيرس ده زي ما اتفقنا إن هي ديتد باك 1550 before Christ، وفيها 877 prescriptions وبتوصف 250 syndromes. It is completed in 108 pages. ودي موجودة على فكرة في لايبزيغ في ألمانيا. الراجل ده اللي هو ترجمة اسمه إيبرز، وهي موجودة هناك في ألمانيا. لكن الانشنت ايجيبشن هو ذا فيرست تو يوز كابينج ثيرابي سيستماتيكالي. It describes bleeding by cupping in order to remove the foreign matter from the body. هو ده اللي مكتوب على فكرة في البردية الطبية دي. This means that the ancient Egyptians had been using cupping therapy as early as 1550 before Christ. ما فيش حد اطلاقا ريكورد في العالم قبل التاريخ ده. فده بيبين ان المصريين هم اول ناس استعملوا الكابينج في العالم. لو بنشوفنا هو موجود على فكره، يعني بقول لك عظمه الحضاره الاسلاميه المصريه انهم سجلوا كل حاجه على الحجر، فعمر الحجر ما ايه؟ عمر المعلومه ما هتضيع. فده يمكن مثلا ده موجود الكابينج ده فيسز ده موجود في الكوم امبو اللي هو ات واز ذا لارجست هوسبيتال ان ذات ايرا في ذلك الوقت. وبعدين زي ما حضراتكم شايفين هنا من الحاجات الاساسيه اللي بتستعملها. They use it for fever, pain, vertigo, menstruation, pain يعني appetite, constipation, and accelerating the healing process of the disease. يعني هو بيقول لك لما ده بعمل الحجامه ده هيسرع الشفاء بتاع البني ادم من اي ايه؟ من اي مرض. ويمكن اللي ذكرها مش انا، ده في واحد هنا جه هيرودوتس، ده جه 500 سنه قبل الميلاد وعاش هنا 15 سنه وريكوردد الايه؟ الطب في مصر القديمه في الكتاب بتاعه. قال there are physicians everywhere in Egypt. وقال هنا تاني listed wet and dry cupping as a treatment for many ailments including maladjustment, lack of appetite, headaches, gynecological complaint, back and extremity illness, pharyngitis, lung disease and ear ailment. يعني هو ده اللي مكتوب اصلا، الراجل اللي هو ده هيرودوتس ده كتبه في الكتاب اللي كتب عن الطب في مصر. لو بنشوف هنا يا جماعه ده
الانك محور بسطرة ده في السقارة، وبنستعمل شوف ادي الكابينج هون بيستعملوه في علاج الام الظهر، وفي علاج ده على فكرة اللوجو بتاع الجمعية بتاعتنا، اللوجو بتاع زي ما حضراتكم شايفين بيستعمل الكابينج على الباك على السباين على الباك يعني عشان يعالجه، وفي نفس الايه البين اوف ذا ليج. From Egypt, the therapy coming of both medical and cosmetic use spread to Greece, and both Galen and Hippocrates were strong advocates to its use. يعني هم الناس دول كانوا ذكروها برضه في الكتب بتاعتهم ان هي حاجه اساسيه في العلاج. الاثنين على فكره ده درس الكتب في مصر، وبيقال ان هم زاروا مصر في ذلك الوقت. وده على فكرة الكابينج انسترومنت ذات يوزد باي انشنت جريك ان تشاينا. ده على فكرة الصورة وانا في الصين فعلا ايه لقيت ولاد بتوع مدرسة ماشيين، فاخدت منهم الصورة دي بحيث ان هي تبقى ايه عيال شكلهم جميل ما شاء الله. The early written record in China dated 28 after Christ يعني ده ميلادي 28 ميلادي، يعني مش قبل الميلاد لا ميلاد، يعني ده واضح ان اول ناس في العالم استعملوها هم المصريين. A traditional Chinese saying with acupuncture and cupping more than half of ills cured. يعني هم قالوا الكلام ده في كتب، لكن الراجل ده سيلسس ده في الفيرست سيشن ادفايز كابينج ثيرابي فور extracting poison and the bites we and the abscess as well we irritate the treated prolapse of the uterus epilepsy and ileus with wet cupping. وجنب العصر الاسلامي اللي هو طبعا اكتر ناس استعملوا الكابينج على فكره، وزي ما قال الاستاذنا الكبير ان افضل ما دويتم به الحجامه او هو من امثل دوائكم. ده هو ده السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الايه الحديث ده، وكل دول العلماء على فكره استعملوه. ده انا بس انا جايب لك الاربع اشهر علماء في العصر الاسلامي وكان بيستعملوا الكابينج، وفي كتب كتير عن هذا الموضوع. وأشهرهم بقى مين؟ قانون اوف ميديسن اللي هو was written by ابن سينا سنة 1020 translated into Latin in the 12th century and during the 15th and 16th centuries alone was published more than 35 times. يعني كان ده على فكرة أشهر كتب الطب اللي موجودة اللي نقلت الحضارة الإسلامية إلى الدول الأوروبية. وده يمكن الصوره اللي موجوده حتى على الغلاف بتاع الكتاب عن الايه عن الحجامه زي ما حضرتك شايف. الراجل ده موسى بن ميمون ده الايسترن اوروبيان ذا جيوش كوميونتي هاد ذا ارت اوف كابينج ريكومندد تو ذيم از ذا واي اوف تريتنج هيمورويدز باي ايه موسى بن ميمون جيوش فيزيشن ديورينج اسلامك سيفيلايزيشن. لكن الراجل ده يعني ده برضك من ضمن الناس اللي هم في الاندلس اللي هم نشروا العلم من الاندلس الى اوروبا بالكامل، وكان عنده الكتاب اللي هو تصريف لمن عجز عن التاليف، وقعدوا يدرسوه في اوروبا على فكره خمس قرون ورا بعض. كان الكتاب رئيسي للايه؟ هو كان بيعمل ايه؟ ده بيعمل بلاد ليندنج وكابينج وميدويفري، وده بس من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها. وكلمنا عنه امبارح على فكره كتير، احنا مش لازم نتكلم عنه دلوقتي عشان الوقت يعني. وبعدين ذا جولدن ايج كورتوبا وذا كابيتال مسلم سبين فور اوفر ذا 500 years وير مسلم كريستيانز اند جوز lived in peace and harmony as free and equal citizen. A student and a scholar came here from all Europe to learn and to translate from Arabic text into Latin the accumulated knowledge of Muslims including حجامة. يعني هو ده اللي هو اللي عمل طفرة كبيرة جدا أو نقل العلم الحجامة من الأندلس إلى أوروبا. This formed the foundation of Renaissance in Europe. ده اللي العصر الحضارة الأوروبية أو النهضة الأوروبية اللي حصل. وعشان كده أنا يمكن كاتب الكتاب ده فيه كل الكلام ده العلماء اللي نشروا فيه اللي وفيه علماء العرب وفيه صناع الحضارة الإسلامية.
From this point, cupping remained popular until the beginning of the 20th century in Europe. وهنا يمكن بعض illustration of cupping in German. The field painting. ودي واحدة برضك woman and her assistant cupping a patient. The oil painting. ومن 1800 to 1900 European and American doctors still widely used cupping. Up to this time, cupping was usually wet cups or bleeding cups. Research papers on the subject written in Europe during the 19th century addressed dry cupping only. يعني قصدي ان الارض استعملوها كل الغرب بالكامل استعمال لغايه القرن التاسع عشر. ودي بعض الكتب اللي كتبت في هذا الموضوع. ويمكن اخرهم كان شارلز كينينج ده سنه 1826. لكن في القرن العشرين ابتدى بقى ترجع للحياه تاني. collaborative effort between China and Russia confirmed the clinical applications of cupping therapy foundation of official use in China hospital. بيستعملوها دلوقتي officially في تشاينا. لما بنشوف الست دي الامريكانيه اللي هو انيتا شانون دي عملت حاجه اسمها فاكو ثيرابي اللي هو is created or the founder of vacuum therapy which combined ancient Chinese cupping technique with the modern medical massage therapy. لكن اللي عطى بقى على فكره شهره كبيره جدا للكابينج الراجل ده اللي هو مايكل فيليب لما ده بطل السباحه العالمي اللي هو خد حوالي 28 ميدالية على فكره. introduced the world of cupping therapy in the major way during his record setting performance during 2016 Olympic Summer Games in Rio de Janeiro. وده provides a huge awareness of techniques and equipment. الراجل ده كان بيعمل حجام قبل ما ينزل كان عنده شويه discomfort في ظهره فنصحوه بالحجام. وكسب كام بقى؟ هو نفسه قال الكلمة دي I have done cupping for a while before meets say Phillips. وده على فكرة اللي يمكن الأويرنس اللي حصل على الحجامة يمكن الدكتور محمد يوسف يحب إيه يعيد الـ 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 الأهمية بتاع الحجامة. فهو على فكرة هو الليدر بتاع هذا الموضوع وابتدى يبحث في الموضوع لغاية ما وصل لميرم في سيرايوفو هناك في اوروبا وعملنا المؤتمر مع بعض. ودي على فكره صوره المؤتمر اول مؤتمر وعملنا مؤتمر بقريب على يعني كان معانا الدكتوره نيفيد من كندا هي قاعده هي قدامنا وعلى الهواء وكان عندنا ناس من الصين ومن اندونيسيا ومن البحرين ومن السعوديه ومن انجلترا كلهم كانوا بيشاركوا في المؤتمر وكانوا بيتكلموا عن ان هم بيمارسوا هذا التكنيك في علاج الالام. وده يمكن بعض صور المؤتمر اللي احنا خدناها هناك. After reviewing the long history of Hijama since its first use by the ancient Egyptians until the 21st century by people all over the world, we can say that Hijama is an effective tool in complementary medicine. Thank you very much for your attention. Thank you very much, my dear professor. Dr. Arab, Dr. Meyer. He's a consultant neurosurgeon, group therapist, practitioner of TSEM, Hijama practitioner. He was born in Sarajevo, Bosnia, and gets his medical education there. Until retirement, he worked as consultant neurosurgeon in the Department of Neurosurgery, University Medical Center in Sarajevo, and as a professor assistant of surgery and emergency medicine. He has a special interest in education and clinical nutrition application of information technology in medicine, finished the European School of Group Analysis, and since 1999 performing traditional Chinese medicine. After 2 years of study and education, started performing hijama since 2005, organizer and participant of the first European Symposium of Hijama on May 2006. He's a member of Association of Neurosurgeons in Bosnia, Oncology Association, Association of Group Analysts in Bosnia, and EMDR Therapist Association. He will present a talk now about his own protocol in treatment of lower back pain.
Okay, Dr. Mayron. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and thank you very much for your attendance. Thank you to Professor Rida to invite me to be here with you in this extremely nice ambient, extremely dear town. So from now, I'm title of this is Neurosurgical Unconventional Perspective. We are here on convention of your society, and it was done in an excellent way. Convention is a word from Latin, con means with, together, and vinio means come. So all of us, we came together on assembly and to make convention. But also convenio means I am agreed upon something. Antonymous, different meaning is decido, to be dissident. That means this apart and sedo, sit apart, or disagree with something. So I said dissidents convenient soon. I agree to disagree with many things. We all here are about speaking about joint and back pain. We have excellent speeches and lectures about that. So two-thirds of adults suffer from low back pain, and it is second to upper respiratory problems as a symptom-related reason for visits to a physician. Very common, all of us almost suffer from that. And it is said about 80% of adults experience during their life low back pain. If we take a study, 11% of us suffered it in last 6 months. The prevalence is very, very high, but in high-income countries, it is twice higher than in low-income countries. So hard physical labor itself is not necessarily related to low back pain. Outpatient visits for low back pain is about 3%, even in Sweden or in America. Prevalence, even in childhood, start with 1% from 5 to 7 years, rising up very quickly. Peak prevalence is from 45 to 60 years, and it is estimated now that 600 million people suffer from low back pain. It is make great burden on economic. Direct medical costs on physical therapy and patient service, both for 70%, then followed by pharmacy and primary care for 13%. Direct costs are hospital care, patient visits, physiotherapy, and so on. But direct costs are much higher. That includes short-term absence and early retirement. For example, in Sweden, it is estimated that 66,000 working years were lost because of low back pain. And everything is counted in money, especially in developed countries. So there are billions of euros spent on each year for low back pain treatment. It is estimating per capita in countries, it is about 350 euro per capita for each citizen. So there was virtually no agreement among researchers regarding the definition of low back pain. There is no convention. Non-mechanical spinal condition, 1%, including neoplasia, infections, we all know that, visceral diseases from pelvic organs can consider 2%, but main reason is mechanical low back or leg pain. It can come from all structures, ligaments, fascia, joints, vertebra, periosteum, muscles, fascia, vessels, annulus fibrosus, spinal nerve roots. But also it was interesting that early in 1975, it was proposed the autoimmunity of action
even after 15 years after, there was no certainty that pathophysiology, inflammatory mediators are involved. But recent studies show opposite. Intervertebral disc has been identified as an immune privilege organ, no immunity there. Disc is the largest avascular organ in our body. It is composed of three parts, annulus fibrosus, nucleus pulposus, and end plate. This unique structure isolates nucleus pulposus from the immune system of the host. There are additionally molecular factors expressed in the intervertebral disc, which have been shown inhibitive effect on immune cells and cytokine infiltration. So then there is no immune reaction if nucleus pulposus is intact. Immune privilege of this part is fundamental to the homeostasis of intervertebral disc. And when it is damaged, the autoimmune response in nucleus pulposus occurs with various downstream cascade reaction. This effect plays important role in the whole process of disc degeneration and the related complications such as herniation and sciatica, and the other side on spontaneous herniated nucleus pulposus regression. So this is intact disc with all factors preventing from immune reaction, and this is cracked when it's even it is small hernia or annulus fibrosus cracked, the chain autoimmunological reaction starts. When protruding nucleus pulposus tissue breaks through the immune barrier and is recognized by the immune system, immune cells, like, for example, T cells, macrophages, they released monocyte chemotactic protein, macrophage inflammatory protein 2, so this attracts more immune cells in region, and both immune cells from different sources jointly release inflammatory cytokines to activate sensory neurons that produce pain. How to diagnose the main diagnostic early or frequent use of radiologic tests is discouraged. Why? Because they are frequently incidental finding and they can be misleading. And they can lead to overdiagnosis, anxiety of patient, dependence on medical care, and so on. CT and MRI, of course, are only reserved for suspicion of underlying infection, cancer, or persistent neurological problems. How to care? There are wide variations in care, a fact that suggests there is a professional uncertainty about the optimal approach. In addition, there is evidence of excessive imaging and surgery for low pain, and many experts say that the problem has been over-medicalized. Can we agree with that? I don't know if there is such many patients with low back pain and such big cost about that. They survey for about with sample of approximately 5,000 Belgian adults, it is said that 3.5% underwent surgery. Even surgery is not it failed, it's called failed back surgery, at least partially. Spine surgery rates have exploded over the last two decades in US, so it is increasing suspicion about the value of spine surgery. In United States, can I have a microphone? Can I have a microphone? This is making noise. Sorry. In the United States, the frequency of lumbar spine surgery was higher from 40 to 500
percent than in other high-income countries. Even studies show that after 1 year, there is no big improvement after surgery. One study after 1, 4, and 10 years showed the same results if it was treated by conservative way or by surgery. Surgery is costly and potentially cause various side effects, so it should be avoided. But what shall we do as a neurosurgeon if patients came to our hospital? Third of them, we should operate. Once a study suggests that not only mechanical problems is there. Patients with higher depression and neuroticism, also some with patients with distress, react poorly on lumbar spine operation. In, we try to see what make correct patient to decide to come on operation if he had 10 years or 20 years problem with his spine. Underlying problem as big stress in 80% we find out. So when we are under stress, we stretch our muscles, our armor of muscles, and it can cause low back pain. So we know that it should be treated multidisciplinary, but I don't know how many centers in the world have multidisciplinary treatment of this, because you need specialists from various disciplines. Maybe it's upon to us to try to get information from other disciplines to involve it in treating low back pain. So what is conventional medical protocol? I don't know. I can say only from literature what we know, what we mentioned now. No agreement on definition. Classification and management has been holy grail of low back pain for decades now. Causes are different: mechanical, degenerative, psychological, immunological, social. Early diagnostic is discouraged. Wide variation in care suggests there is professional uncertainty about the option. Surgery often failed. It is increasing suspicion about that. And internal cost, low back pain is primary problem for the health insurance system. So what to say more? Back in Sweden, it is calculated that back and neck pain are conventionally managed in primary care, impose high costs, disability, and decreased quality of life, and there are those two conditions are the most common which are treated by complementary therapies. Swedish two studies compare cost per person with low back pain during 2001. Costs 632 euros by conventional medical treatment, and by complementary therapies it costs twice cheaper, lower. The rise in interest and use of complementary and alternative medicine reflects social changes in our models, values, and perceived benefits from modern health care practices in the last several decades. World Health Organization made definition what is traditional medicine and what is complementary. Traditional medicine is the sum total of knowledge, skill, and practice based on the theories, beliefs, and experiences indigenous of the different cultures used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement, or treatment of physical and mental illness. What is complementary medicine? Set of healthcare practices which were not practiced in history in our area. For example, for us, and with the same, we share the same cultural and from all this region, including Mediterranean region, for us, hijama is traditional medical way of treatment. Chinese acupuncture is complementary medical treatment.
I perform acupuncture for 33 years. It is a great, great help. It is a great method to perform, to understand. And World Health Organization announced acupuncture to be a contemporary medical method in 1978. It is for chronic back pain very useful. Even it is, although it is by acupuncture is useful for acute low back pain. One study made recently in China showed that cupping therapy had similar therapeutic effects with acupuncture. Considering the similar therapeutic effects of these two therapies, clinical practitioners may consider to choose any of them based on their own clinical experience and the preference of patients. So we do not have to study all 630 regular points and many extra points in acupuncture. We can use cupping therapy, of course, in some way. This is the study which show many diseases, including low back pain, also cervical pain, spondylosis, and so on, comparing acupuncture and classic and cupping therapy. What is cupping therapy? It can be described as a technique that uses cups placed over the skin to create negative pressure through suction. I do not know any treatment that was practiced by eminent and genius doctors and practitioners through history, and on the other side it was ignored many times. This is all called sciatica, all drawing. This is new comic shown now. On the social media, this photo is shown, and it's called TED cupping. And we said that in history, in all ages, the genius doctors performed cupping. Father of medicine, father of pharmacy, father of modern surgery, English Hippocrates, and so on. In the modern era, Professor August Beer, he said for himself that his professor is a gentleman with a different point of view. He introduced hyperemia as a medical treatment, which means following the natural way of healing by making hyperemia. And he introduced cupping as a way of making hyperemia. Recently, a study made by Interdisciplinary Pain Management Clinic, Department of Pain Management, Army Medical Center in USA, showed how cupping, vacuum therapy, act. Negative pressure causes stretching of the skin and underlying tissue and dilatation of capillaries. This stimulates and decreases tissue blood flow, leading to capillary rupture and ecchymosis. Macrophages made phagocytation of red blood cells in the extravascular space, which stimulates the production of hemp oxygenase to metabolize hemp. So hemp is catalyzing with 2 carbon monoxide, biliverdin, bilirubin, and iron. Both three components show strong antioxidant, anti-inflammatory, anti-proliferative, and neuromodulatory effects. There is evidence that these effects are both local and systematic. So that we said is accepted statement supported by current literature. On Harvard Medical School, they made the same study in their laboratory, and they showed that upregulation of HO1 is not just happened in skin, but in organs, distance organs, gastrointestinal tract, genital tract, liver, kidneys, and other
So it is a systematic effect of chest cupping. My definition of hijama, which I performed for last 17 years, that it is contemporary treatment based on Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. According to way of performing, it is minor surgery treatment, and by mechanism of action, it is regulatory treatment because it acts on ground regulation system of our extracellular matrix on whole body at once. Hijama is recognized by WHO, so we have definition of treatment, of procedures and standards. So we are not speaking about something what we don't know and what is not recognized. We are speaking about official medical treatment. How is hijama performed? In three acts. First, suction is made. Cups are used to put at least 15 minutes to get cupping effect. Then it is scratched 0.2 millimeters. It is 1/5 of skin depth. That means suction, scratching, and again suction. Triple S technique. Besides beneficial effect of cupping described earlier, hijama is also activating hypothalamo-hypophysial axis. Immediately, we all know Dr. Hans Selye, which gave us theory of stress or universal adaptive reaction. One of the, he was asking himself before, how can hijama act on whole body? Puncture phenomena, which is described by Heine, activation ground regulation system and detoxification of the body. So what is unconventional in my treatment? When somebody came with low back pain, I suggest hijama, then to fortify it with acupuncture, and then energetics if it is necessary. This patient was had underwent hijama. Look at his this point. It is blue, completely different than here because some process was happening in his low back. After hijama, he didn't have his back pain again for years. So hyperemia is therapeutic agent. What Dr. Beer said. Professor Mainz. Professor Beer. Thank you very much for your time. Sorry for taking you. You have one more minute to complete. Okay. We are speaking about Professor Beer, one genius, a doctor who introduced spinal anesthesia, who introduced cupping as hyperemia, said weak minds, while imitating the natural process in the treatment of diseases, could certainly produce the greatest mischief as they would in any other occupation. Physicians who had nothing else to offer against all diseases save drugs. The surgeon who knows no other curative agent than the knife is just dangerous, as previous mentioned. And he leave to reader to decide who is the greater quack, naturopathic ignoramus, prescription writer, or the scalper hero. I hope that neither of them are we now. Thank you very much, Professor Merrow, for this informative talk. الحقيقة يعني بعتقد ان الزملاء والزميلات اللي بيمارسوا الفيزيكال ميديسن يعني لازم كلهم معاهم طول الكابينج والاكوبانكشن. وباي ذا واي دكتور رضا بيقول لي لو اعلن عنه في كورس هيبقى ان شاء الله يوم الاحد القادم البروفيسور ان شاء الله بروفيسور ميريم بروفيسور كامل حمودة هيبقوا الاثنين هم اللي هيدوا الكورس إن شاء الله. الحقيقة يسعدني أقدم زميل عزيز الدكتور كامل حمودة كونسلتنت نيورولوجي من كلية الطب جامعة القاهرة، وهو أنا بسميه ميرم المصري لأن هو يعني هو أيضا يمارس الحجامة منذ فترة وأكثر من 15,000 حالة. يعني يا ريت حد من اللي قاعدين يحضروا الكورس ده عشان يستفيدوا جدا على فكره من تو ايمننت فيزيشن
اللي انتم شايفينه قدام ميرم والاستاذنا الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حد ان شاء الله. وبه نستعين. انا عارف طبعا الموجودين كلهم تعبوا. انا استعدت بالعزاء. انا مش حد محاضره. انا زميل ليكو استاذ طب المخ والاعصاب في جامعه القاهره. وتدرجت بقى في جميع المناصب الطبيه وامارس الطب الحديث طب المخ والاعصاب في عياداتي وفي مستشفياتي يعني. فانا مش هقول محاضره، انا يعني هحكي قصه يعني. قدرا 1995 انا اتقابلت مع الحجامه، وكانت القصه بالنسبه لي كانت مدهشه، لان انا دكتور ودارس طب حديث وبدرس كمان المخ والاعصاب. وبعدين جالي حاجه انا شخصيا، جالي افاسكولار نيكروزيس of the right neck of the femur. وفي الوقت ده يعني ما كانش في علاج واضح للموضوع ده، وكنت متلخبط جدا. كان بعض قرايبي جالهم الموضوع ده bilateral، وحصل degeneration للبوست هيب جوينتس، وبقوا ماشيين بعكاكيز وكده. فكنت مكتئب جدا، وكنت هسافر المانيا علشان اتعالج. وكان العلاج اتحكى لي في المانيا شفته مش منطقي شويه يعني. كان شينيور كده يدخل في الجريتر تروكانتر، وفي محاوله ان هو يعمل ريفاسكولاريزيشن او ريبرفيوجن او نيو فيسل فورميشن في الايه في الديد اريا. فانا ما كنتش مقتنع، وبعدين عرض عليا الحجامه، وعملت حجامه فعلا عن طريق نون ميديكال بيرسونز اصدقاء. وفي خلال شهر انا خفيت. وطبعا كنت انا متشخص افاسكولار نيكروزيس بام ار اي وبي اورثوبيديك كومبيتنت اورثوبيديك سيرجن. وبعد شهر عملت فولو اب لما لقيت نفسي استريحت خالص فور كيوريوسيتي يعني، ولقيت ان انا ماي ام ار اي از فري. دي لوحدني انا شخصيا فكريا، اتلوحت. راجل فيري كونفنشنال ميديكال بيرسون اتلوحت بصراحه. فبدات ان انا اجمع كل معلومات عن الحجامه، وبدأت أدرس الكتب دي، بدأت أمارس كمان الحجامة على مدى 27 سنة لغاية دلوقتي يعني. من 1995 27 سنة أنا عملت يعني يفوق ال 15,000 عيان. ال 15,000 عيان دول فيهم نوادر كتير جدا. أنا هنزل كل طبعا 15,000 في كل الميديكال سبيشاليتيز. كل الميديكال سبيشاليتيز. أول كيس 1995 دي كنت أنا اللي هي الأفاسكولار نيكروزيس. تاني كيس كانت في المستشفى طفل صغير بلودوكس أنجينا. لودوكس انجينا دي انفلاميشن في الفلور اوف ذا ماوس لدرجه ان هو بيؤدي للطفل يدخل في سترايدر، وكل يوم يحاولوا ان هم اكستيوبيت العيان ده. العيان ده كان بيدخل في سترايدر تاني. ابو العيان، هو الكلام ده كان في جده، ابو العيان طلب ان هو عايز اعمل له حجامه. فبقولي عملت له حجامه، تاني يوم بقى اكستيوبيتد. اوكي. تالت حاله البوليسايسيميا. البوليسايسيميا دي كان واحد في اي بي في السعوديه
كان عنده كولوساسيميا وكان الهيموجلوبين بتاعه بيوصل حوالي 24 و25 يعني جرام. قولي كل شويه يعمل بلاد دونيشن ويرجع تاني اكتر من الاول. وبعدين اتعرض عليه ان هو يعمل حجامه، عملت له حجامه الهيموجلوبين بيرسنت بتاعته بقت 16 and never rised up. بالنسبه ل يعني للحالات الاخرى المايسينيا جريفيس، مايسينيا جريفيس ليها عندي قصه ان كان علاج المستينون اللي هو بيعالج المايسينيا جريفيس ده اختفى في السعوديه لفتره ما فيش ستوك. وانا بصراحه لما بدات امارس الحجامه كنت بمارسها حطيت لنفسي يعني باس كده ان انا امارس الحجامه في الانتراكتبل ميديكال كيسز بس، ما اختارش اي حاجه الا اذا كانت نوت ريسبوندنج تو كونفنشنال ميديكال تريتمنت. فالعيانين دول جولي اربع خمس عيانين جايين في الـ في الـ في المستشفى علشان ما فيش ادويه، هدخلهم يعملوا هياخدوا اي في اي جي ولا هياخدوا بلازما اكستشينج ولا هياخدوا مثلا بلازما فريسز، ما كانش الكلام ده. فاديتهم ميعاد وعملت لهم كلهم حجامه اربع خمس عيانين. العيانين دول بعد اسبوع رجعوا امبيولنت جايين لي داخلين عندي العياده ووكينج. ودي كمان لو حيت لدماغي يعني اكتر واكتر، ايه العلاقه ما بين الحجامه وما بين البلازما اكستشينج؟ ايه العلاقه ما بين الحجامه وما بين الريموفال اوف استايل كولين ريسبتور انتي بوديز من الدم؟ ده كان كل دي تساؤلات عندي ما قدرتش اجاوب عليها، لان ما فيش حد عايز يعمل ريسيرش في الحجامه. العيانين التانيين يمكن كان عيانين المالتيبل سكلروزيس، عندي جود برسنتج اوف بيشنتس بالمالتيبل سكلروزيس. انا اخترت كل العيانين اللي هم مش قادرين يشتروا العلاج او مش مؤمن عليهم علشان يشتري علاج ام اس غالي. فكنت دايما باخد العيانين المزنوقين، يعني عيان الزنق اخده اعمله. عندي جود برسنتج اوف بيشنتس منهم دكاتره ومنهم مهندسين ومنهم يعني ديفرنت ايه يعني جوبز. عملوا الحجامه ومعايا فيديو لحد منهم عمل الحجامه الحمد لله رب العالمين. انا ليا بروتوكول معين في الحجامه انا بنفذه، انا بعمل حجامه ثلاث شهور ورا بعض، وبعدين كل ثلاث شهور، وفي ثاني سنه كل اربع شهور، وفي ثالث سنه كل خمس شهور، وبعدين كل ست شهور. العيانين دول الى الان لم يحدث لهم اي نوع من الابيسود من ابيسود الحجامه، موجودين حيين يرزقهم. العيان التاني برضه كان فيري انترستنج اللي هو الانتراكتبل مايجرين. العيان ده جالي ودخل عليا العياده الصبح، اول عيان في العياده انا عندي صداع ومش قادر. فبدات اشوفه ولسه هكتب ادويه، قال يا دكتور ما تكتبليش الدواء كذا وكذا 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 وكذا، وعدت لي كل ادويه المايجرين. قلت له طيب مع السلامه، انا مش هعرف، انا الراجل بتاع ادويه وانت كده خدت كل الادويه. وبعدين قال لي معلش يا دكتور انا اسف. قلت له طيب بص هقول لك، افتكرت انت تجيلي صايم بكره. جه صايم، كان الراجل ده شغال يعني حاجه مجهده والمجهود احنا عارفين ان هو بيزود المايجرين. جه عمل الحجامه، بعديها باسبوع جالي برضو اول عيان الصبح. دخلت العياده قلت له ما فيش غيرك انت تجي لي العياده دلوقتي، يعني عيان مش عارف يتحسن، يعني عايز حاجه تفتح نفسي على الصبح. فقال لي لا انا متشكر ليك جدا يا دكتور، انا في حياتي اول مره في حياتي احس ان انا عايش بدون الم. الانتراكتبل مايجرين. وبعد كده بالنسبة لي الحاجة برضو اللي مفرقعة قوي في معايا اللي هي العيانين مش هتصدقوا بقى، العيانين دول في وقت الكوفيد كان بوست كوفيد انفكشن
بيجي عيانين كتير قوي الجمبري، واللي يمكن ما يعرفش الجمبري ده عباره عن البوست انفكشوس موتور نيورونايتس، انفلاميشن في الموتور في الانتيرو موتور نيورونز اللي هي في السباينال كورد اللي بتبدا بعد كده تخرج وتعمل لي البريفرال نيرفز. والعيانين دول ارجنت، ساعات ممكن يدخلوا في اوتونوميك نيوروباثيز، يدخلوا في ابيسودز اوف هايبرتنشن، ابيسودز اوف اريزمياز، يعني عيان ارجنت ارجنت. والعيانين دول كان في وقت الكوفيد وجالهم الجمبري ده بوست كوفيد، وكان لازم اتصرف معاهم. فعيانه منهم اولا المستشفيات ما كانتش بتستقبل عيانين، يا اما ما بتستقبلش عيانين، يا اما فيش اماكن، كل الاي سي يوهات اوفرلودد. فعيانه جت لي عملت لها حجامه، جت بعد اسبوع متحسنه بارشلي، عملت لها حجامه تانية، جت بعد شهر فري. والعيانه دي دوكيومنتد جمبري بايلاترال فيشال كلينيكلي ويكنس اوف بوست ابر اند لور ليمز، وعملت نيرف كوندكشن اي ام جي نيرف كوندكشن عندها ديليد او ابسنت اف ويف. وانا على فكره ام نيوروفيزيولوجيست، يعني بشتغل اي جي واي ام جي ونيرف كوندكشن. ف ويل استابليشد اند ويل دوكيومنتد دايجنوزيس اوف جمبري improved مع تو سيشنز اوف حجامه. اجين رجعت تاني اشوف هو ايه علاقه الحجامه بالريموفال اوف ذا انتي بوديز، بالريموفال اوف ذا انتي بوديز فروم ذا بلاد. ما كانش عندي حاجه الا ان انا غالبا انا بعمل ناتشرال بلازما اكستشينج، او ان انا فعلا بعمل ناتشرال بلازما فريسز على ظهر العيان. ده ما كانش ده الفكر، ده اللي انا عايز اكونفيرم. من شهر كده جالي عيان، العيان ده جمبري، العيان ده واخد 15 سيشن بلازما اكستشينج، دفع فيهم 120,000 جنيه، وكل ما بياخد كل شويه ياخد 5 سيشنز يحصل ريكارنس، 5 سيشنز ويبطل يحصل ريكارنس. بعدين في الاخر ادوا له اي في اي جي تكلفته 170,000 جنيه. يعني العيان ده اتكلف توتالي كده 290,000 جنيه. يعني مع شويه حاجات بقشيشات وبتاع يعني 300,000 جنيه. العيان ده جالي ويلي تشير باوند، دخل عليا العياده ويلي تشير باوند وعرض عليا القصه كلها. قلت له انا ما عنديش حاجه اعملها لك تاني، انت لو جيت لي من الاول انا هعمل معاك نفس اللي انا عملته ده، هعمل لك بلازما اكستشينج وهعمل لك وهديك اي في اي جي وهحطك في الرعايه لغايه ما اطمن عليك. فقال لي بس انا عارف ان انت بتعمل حجامه، يعني خدها من اي حته عرف النبع. قلت له خلاص تعال تعال لي صايم اعمل لك حجامه. عملت له حجامه، افتر 1 مانث العيان دخل عليا، وده لي فيديو برضه موجود، العيان ده دخل عليا العياده امبولنت وذاوت وذ اكين. خدته انا من فرحتي بيه، خدت العيان ده مسكته من صباعه كده لانه خايف يقع، وشلت الكين العصايه اللي هو ماسكها ومشيت بيه حوالي 150 متر لغايه اسانسير العياده ورجعت بيه تاني. العيان ده جمبري نوت امبروفد على 15 سيشن بلازما اكستشينج وعلى اي في اي جي بتكلفه عاليه جدا. اجين وات از ذا ريليشن بتوين حجامه اند ريموفال اوف انتي بوديز فروم ذا بلاد. بدات اقتنع تماما بان انا عندي ريليشن ما بين، لدرجه ان انا بدات احط هايبوثيسز بتاعتي انا ان الحجامه هي عباره عن ناتشرال او طريقه من طرق البلازما اكستشينج، كل ما فيها بس
ان انا عندي جهاز بياخد الدم بره الجسم بتاع البلازما اكسشينج ويعمل سنترفيوجيشن ويدخل ار بي سيز تاني ويرمي البلازما. انا اللي بعمله بحط الكابس وبسحب البلازما واسحب البلاد عن طريق الكابس وباخد الانتي بوديز بره والعيان بيتحسن. طبعا ما بعرضش العيان للانفكشن، ما بعرضش العيان ان هو احط له ماهوكر. عندي عيانه حطت ماهوكر عشان اعمل لها بلازما اكستشينج دخلت في نيوم سوركس. انا مش بقول ان طبعا مش بتهم البلازما اكستشينج، لكن انا عايز بس اوصل رساله ان الحجامه از نوت ا بلاسيبو اند از نوت ريليتد تو سايكيك بروبلمز. العيان اللي بيجي لي عنده تنشن هيديك ما بيتحسنش على الحجامه. العيان اللي بيجي لي طيب العيان اللي بيجي لي عنده ميجرين بيتحسن على الحجامه. فانا بس عايز اقول الحجامه مش هي علاج لكل شيء، مش علاج لكل شيء. ما بتعالجش الريدوفاميليار ديس اوردر، ما بتعالجش الديفورميتيز، ما بتعالجش الفراكشرز، ما بتعالجش حاجات كتير في الطب. لكن مهم قوي قوي لما الحجامه تعمل لي فرقعه وثوره علاجيه في الاوتو اميون ديس اوردرز. ان انا اوجه هنا لحضراتكم لانكم كلكم ستاف جامعه ان احنا نبحث هذا الامر يبقى انفستيجيتد. وهل ده شك في ربنا او في الرسول؟ لا، زي ما سيدنا ابراهيم كده قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ يعني انت مش مصدقني يعني ولا ايه؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاحنا عايزين نطمئن قلوبنا بالحجامه. وحضراتكم الاساتذه وحضراتكم طبعا البروفيشنالز، فندي الحجامه. الحجامه مليانه افكار بحثيه. انا ممكن لو قعدت مع حضراتكم احط 30 40 فكره بحث، ها فكره بحث للحجامه، ها في كل الامراض. شكرا. انا دقيقه واحده، انا عارف ان انا هاخد اسئله كتير، لكن انا بقول ايه اللي انا كنت فاكره. دكتور كامل بس عشان ايه صلاه المغرب وعشان في ثلاث متحدثين بعد حضرتك، فالله يبارك لك. يعني طيب اوكي ثانك يو. ارجو ان انا اكون ارجو بس ان انا اكون ديليفرد مسج، هي دي اللي انا بس اهم حاجه انها توصل للجميع. شكرا جزيلا دكتور كامل. السلام عليكم. نعتذرنا حضرتك ان شاء الله بصدق شديد، ويعني اكيد زي ما حضرتك تفضلت والزميل فاضل اكيد الموضوع يفتح كتير اسئله، بس عشان الوقت انا يعني يشرفني اقدم الاستاذه الدكتوره مها صابر. استاذه الدكتوره مها صابر يعني هي الراعيه الثانيه لموضوع الحجامه بعد استاذنا الدكتور رضا عوض. دكتوره مها استاذ ورئيس قسم الطب التكميلي في المركز القومي للبحوث، وهي استاذ الاطفال ورئيسه الجمعيه العربيه للطب التكميلي والتغذيه، وهي يعني اللي ساعدتنا في الاربع كورسات السابقه احنا ناخد ريكوجنيشن اكريديتيشن من المركز القومي للبحوث، ودي يعني قيمه عاليه جدا يعني. وده يحصل ايضا في الكورس بتاع يوم الاحد ان شاء الله. دكتوره مها حضرتك ما هو انا بس عايز فكره ايه عشان وقت الصلاه. طيب دكتوره اروى انت جاهزه؟ طب معلش دكتوره اروى. طيب دكتوره اروى يعني هي وراء هذا التنظيم، بلاش كلمة التنظيم دي، هي وراء الجلسة دي، هي مشكورة شاركت فيها، وهي محاضر متميز كانت في جامعة الملك في عبد العزيز، استشارية تغذية وطب رياضي، دي أيضا نقطة التناول والتكامل احنا فيها كمجموعة. فيعني هي إن شاء الله هتحدثنا عن التوبك، أنا برأي إن هو من أفضل ما يكون اللي هو تراكتنج حجامة ايفيدنس بيز ابروتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أنا التوك بتاعي ما هواش حاجة personal experience زي ما الأساتذة تفضلوا عملوا، ولا هي ميكانيزم أو how حجامة works أو whatsoever. لكن إحنا في الطب في كل تخصص بنبقى محتاجين قوي نوصل لحاجة إن نعرف اللي هو position stand where I'm now. So لو انا عايزه امشي واتحرك واكمل، وزي ما دكتور كامل اتفضل وقال، وزي ما الدكتور رضا والدكتور محمد بيقولوا ان احنا عايزين
نشوف الحجامة ونوصل إن إحنا يبقى عندنا evidence based practice. فالمفروض نبقى عارفين إحنا واقفين هنا فين. الأفيدنس بيزد براكتس ده حاجة كده ظهرت في الطب من 1990 مثلا، بدأ يبقى حاجة بتتقال في الطب كتير إن إحنا لازم نمارس الطب بيزد على أفيدنسز واضحة علشان يبقى بنعمل أحسن حاجة للمريض، وعلشان لما نتسأل أنت عملت كده ليه وحصل أي كومبليكيشن يبقى أنا عندي ريفرنس برجع له. احنا عايزين نطبق ده على الحجامة. في الأفيدنس بيست براكتس ده بيعتمد على ليه ثلاثة بيلرز مهمة. أول حاجة احنا لازم عندنا الكلينيكال اكسبرتيز والبست ريسيرش أفيدنس بدور عليها لحد ما أوصل لها، وعندنا البيشنس فاليو. الكلينيكال اكسبرتيز الحقيقة مش هطول علشان أنا عارفة الوقت، هحاول سلايدز كتير، بس الاكسبرتيز احنا عندنا دكتور ميرم قدم لنا his own experience في الحجامة، وشفنا ان في ناس عندهم lower back pain وبيتعالجوا بيخفوا بيها. دكتور كامل متفضلا ورانا his own experience for 27 years and he has observation. يمكن ما هياش حاجات بنقول ان هي تصل الى evidence A او evidence ان انا اقدر امارس عليها، لكن الobservation والpatient reaction for certain treatment should be considered. دكتورة مها هتتفضل وتقول لنا الحجامة as part of complementary medicine، والدكتورة نيفين المفروض ان انا top tank من اخر حد لكن ان شاء الله هيعمل. طيب البست evidence research ده المفروض انه فيه في السلايدز، ولو اي حد عايزها انا حاطة الويب سايتس اللي بنقدر نريفير ليها عشان نوصل للحاجات اللي معمول فيها ميتا اناليسيس او معمول فيها ريفيو ستاديز عشان نقدر نعرف ايه اللي اتعمل في الحجامه. البيست ايفيدنس المفروض ان الاستاديز المنشوره في الحجامه فيري ليميتد، عددها مش كبير، ولما بيتعمل ريفيو ستاديز او ميتا اناليسز للاسف بيلاقوا ان في كتير من الاستاديز دي مش معموله بطريقه ان الميثودولوجي بتاعها يرقى لدرجه ان احنا نعتمده في الايفيدنس اللي احنا نشتغل عليه. تمام. ومع ذلك احنا حاولنا نجمع اكتر حاجات اتعملت ريفيو ستاديز او ميتا اناليسز. فباختصار شديد علشان الوقت، الافيكاسي اوف كابينج ثيرابي الحقيقه لقيوا ان الكابينج ثيرابي ليه كونسيدربل افكت في علاج الهربس زوستر واذر سبيسيفيك كونديشنز. لقيوا انه الكابينج ثيرابي بيساعد على تقليل الكانسر بين لما بنستعمله مع الميديكيشنز تبقى النتائج احسن من الميديكيشنز لوحدها. Trigeminal neuralgia. لقيوا انه الكابينج ثيرابي برضو السيريبرال فاسكولار فانكشن بتتحسن لما بنعمل كابينج ثيرابي. مختصر، انا معلش انا بحاول على قد ما اقدر، انا عارفه الوقت وعايزين نصلي المغرب. الدكتور رضا والدكتور محمد قالوا لي بسرعه. تمام. لقيوا انه في عندنا هنا كابينج الستروك ريهابيليتيشن. لقيوا انه الايفكت بتاع الكابينج ثيرابي مع التريتمنت الكلاسيك تريتمنت العادي ليه سوبيريور ايفكت. في عندنا الكابينج ثيرابي برضه تاني للهربس زوستر. هي دي باختصار الاستاديز اللي معموله، لكن كونكلوسيفلي كل الكونكلوجن بتاع الميتا اناليسيز وبتاع الريفيو ستاديز انه الكابينج ابييرز تو بي ايفكتيف، لكن وي نيد فيرذر انفستيجيشن. تمام. ده بالنسبه للايفيدنس بيست ريسيرش اللي لازم ارجع له. في essential knowledge لازم نرجع لها، ومن ضمن الحاجات الأفيدنس ان الكابينج بقى هو sounding دلوقتي وبقى حاجة مهمة واهتمامنا بيه وانشاء جمعية حاجة مش بنعملها من فراغ او بنعملها علشان احنا بندور على حاجة booming. WHO زي ما دكتور ميرم تفضل منزلة booklet بتحاول تنظم دي practicing الكابينج والاكويبانكتشر. البيشنت فاليو دي مهمة، ودي اللي ممكن هنستفيد بيها بتوكس زي التوب بتاع دكتور كامل وزي التوب بتاع دكتور ميرم، ان احنا واحنا بنشتغل وي شود نوت اجنور البيشنتس فيدباك والبيشنتس امبروفمنت. وي هاف تو بوت ات ان مايند، وي هاف تو فولو اور بيشنت. فدي البيلر الثالثه اللي موجوده في الايفيدنس بيست. من ضمن الايفيدنس بيست ومن ضمن الحاجات اللي بتقول لنا ان البيشنتس بييجوا يعملوا كابينج وبيرتاحوا فبييجوا يرجعوا تاني، انه زي ما قلنا ان في بلاد الهيلث سيستم عندها مور سكيور ومور يعني في ريستراكشنز عندهم اكتر، ومع ذلك الحجامه بتتمارس فيها والمرضى بيعملوا
بيرجعوا بيطلبوا ان هم يرجعوا يعملوا تاني because they feel improvement. زي سعودي عربيا، بحرين، في other countries بقى، دكتورة نيفين يمكن هي في كندا بتعمل، ألمانيا بيعملوا. في حاجة مهمة أنا بالنسبة لي في عيادة الطب الرياضي، بنلاقي كتير أثليتس هنا مصريين غير وورلد وايد، لما بنشوفهم مايكل فيلبس وي كله بنلاقيهم جايين بعلامات الحجامة موجودة عندهم. And they claim، لما بقول له بتعمل الحجامة ليه؟ بيقول لي أنا لما بعمل حجامة بحس إن أنا بعمل مجهود أكتر في الملعب وبتحسن شوية، ولما بخلص لعب وبرجع after cupping therapy I feel the pain resolved faster than without cupping therapy. فالحقيقة ده برضو حاجة we should consider. يبقى معناها إن الحجامة غالباً it's not only a placebo. It's not only something that we have it as a concept, religious concept, and we are doing this to have some reward or whatever. We have to research, we have to look, and have the scientific evidence by following the patient by measurable outcome. Either not only the subjective outcome, but also we have to look for the objective outcomes. As Sheikh Samir told us, we have our religion concept, and we consider, for us, we consider this part of the evidence. Okay? The conclusion, the effect of hijama is relevant. The mechanism of how hijama works is still not so clear, needs more studies. Randomized controlled trials of cupping therapy shown to be effective in different diseases, but still the data is not up to creating an evidence-based references. So we need further studies, well-organized, to follow the patients after that to have an evidence-based practice. Thank you very much. وأعتقد إنه ما أعتقدش إن في توك اتقالت في وقت أسرع من اللي أنا قلته. دكتور عمر تحتاجي سقف تاني، وسقف على الكونتنت القايل، وسقف على الوقت اللي وفرت لها في البداية. Actually, the evidence based on that, it's a course that is taught in based on that. ربنا يكرم، شكرا جزيلا. أستاذة الدكتورة مها صبر، زي ما أنا تحدثت وهي كانت تجز فعلا، هي الراعي الثاني للأكتيفيتي اللي احنا بنعملها. يعني بحكم ان هي رئيسة اسم طب تكميل المركز القومي للبحوث، يعني هي سابقة يعني 10 سنين، واستاذة اطفال واستاذة تغذية وكمبيوتر ميديسن، وكانت وراء يعني كثير من الاكتيفيتيز، ومن اهمها ان احنا نبقى ريكوجنايز اكريديت من هيئة كبيرة في مصر، هي المركز القومي للبحوث، ناخد خدم وخدم النسر وحاجات كبيرة جدا. دكتورة مها يعني هتحدثنا على علاقة الحجامة بالكومبلمنتري ميديسن او كونها جزء منها. اتفضلي يا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه معلش حضرتك دلوقتي ده 5 دقايق ان شاء الله هقول لكم على مين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بشكر الاول الدكتور رضا واللجنه المنظمه والدكاتره الافاضل، الجروب الجميل بتاعنا. طبعا ان وضع سيشن للحجامه دي حاجه يعني متقدمه جدا وجميله جدا. هتكلم على الكومبلمنتري ميديسن بسرعه. زي ما انتوا عارفين في كومبلمنتري، في الويسترن ميديسن اللي احنا اتعلمناه في كليه الطب، لو استخدمنا الادر تكنيكس والادر زي ما قلنا تراديشنال ميديسن هنسميه الترناتيف ميديسن. لكن لو استخدمنا الاثنين مع بعض، وده اللي طبيا المفروض نمشي عليه، يعني احنا مش هننسى احنا قسم الطب التكميلي في المركز القومي للبحوث أنشئ سنة 2004، واشترط كل اللي مشتركين فيه اللي موجودين فيه أطباء من يعني تخصصات مختلفة، وزي ما انتم شايفين اهتماماتنا كلها يعني كلنا جايين من أصول، يعني أنا أصلا أطفال وأونكولوجي، فدكتور محمد سيرجري، فكلنا تخصصات مختلفة. فلكن ان احنا ازاي نمشي بالطب اللي احنا درسناه في الكلية بجانب احد الوسائل اللي تساعد البيشنت كطب تكميلي. فلو استخدمت الاثنين مع بعض هنسميه الطب التكميلي. الطب بصفة عامة ان احنا عشان نريديوس السفرينج بتاع الهيومن بينج لو كان عنده ديزيز، وامبروف الكورس بتاع اللايف بتاعته. الناس تعبت شويه في الفترات اللي فاتت، حصل تقدم كبير قوي في علم وعلم الادويه وعلم الطب.
لكن الناس كانت مازالت تعاني وبدأوا يلجأوا للطب التكميلي أو الطب البديل بجانب الطب. بدأوا يفكروا بقى في الأعشاب والهرب الأكيوبامتشر والحاجات دي، مش بس على مستوى الدول النامية، لا الدول المتقدمة برضو ماشية بنفس الأنظمة. طيب هنتكلم بس بسرعة type of complementary medicine. في يعني عدة طرق، في الهول يعني حاجات بتشتغل على كذا بكذا طريقة، هول ميديكال سيستم، مايند بادي ميديسن، بيولوجيكالي بيزد براكتس، وفي مانيبيوليتيف اند بادي بيزد براكتس، وفي انرجي ميديسن. أمثلة منهم، واحدة من الهول ميديكال سيستم زي يمكن تسمعوا عن الهوميوباثي، ناتشوروباثي، أروما ثيرابي، وتراديشنال تشاينيز ميديسن. في المايند بادي ميديسن زي البايو فيدباك، زي الهيبنوثيرابي، وزي المديتيشن والريلاكسيشن. البيولوجيكال بيست براكتس، بيولوجيكال بيست براكتس زي الهربال ميديسن والدايتري سبلمنت والكليشن ثيرابي والنيوتريشن اند دايت ثيرابي. الانرجي ميديسن زي الماجنت ثيرابي اند اكيوبانكتشر. المانيبوليتيف اند بادي بيست براكتس زي المساج والكايروبراكتيك ثيرابي والريفلكسولوجي والكابينج اللي احنا بنتكلم عليه. قسم الكومبلمنتري ميديسن عندنا عمل a lot of research، يعني احنا من 2004 عملنا يعني مش هنقول عشرات لكن هنصل الى يعني بدأنا في المئات من البحوث. مش احنا بس اللي بنشتغل، احنا بنسوبرفايز على ريسيرشز موجودة في كلية طب عين شمس، القصر العيني، بنها، يعني في عدة جامعات. بيشتغل في النيوتريشن، الهيربس، الهوميوباثي، الاكيوبانكتشر، ليزر، وكنت مشرفة على الأوزون ثيرابي، وأنا رئيس قسم الهايبربريك أكسجين ثيرابي في مستشفى العربي. مش هتكلم كتير. هو الأكيوبانكتشر زي ما احنا عارفين هو ايه، ان احنا بندخل نيدل في ايه، في نقاط معينة اسمها الأكيو بوينت. طيب ممكن نضغط عليها من غير ما ندخل نيدل واسمها أكيو بريشر. طيب في ميريديانز، 12 ميريديانز موجودين في الجسم وبيتصلوا ببعضهم وبيتصلوا بالانترنال اورجانز، دول المين ميريديان، وبيتصلوا بالاورجانز بنسميها الين واليانج، دول الهالو اورجانز زي الاستومك والانتستين والجول بلادر، وفي اليانج اللي هم السوليد زي الليفر السوليد اورجان. ال 12 ميريديان دول بيتحدوا مع بعضهم، وفي كمان اسوشيتد فيسلز اسمها الكولاترالز بتقابل الانترنال اورجانز كمان والاي والاذر ريليتد انترنال ستراكشر. عشان من الاماكن دي في بوينتس بقى على الميريديان دي وعلى الكولاترالز، في بوينتس هي اللي بنعمل عليها سواء الاكيوبانكتشر او الكابينج. النظرية بتاعت يعني الصينيين أو الطب الصيني أو بيقول إن في حاجة اسمها شي أو الطاقة، دي الطاقة بيحصل فيها imbalance سواء بالإكسس أو بالإيه بالنقص، فبيحصل الديزيز. دي مفهومهم عن الإيه، أي مرض أو خلل بيحصل نتيجة لخلل في الطاقة سواء بالزيادة أو بالنقص. هنا الطب، انا هقولها دي بسرعه، الطب الغربي بقى عشان يفهم، هو طبعا ما نترجمش الطب الصيني او الطب القديم بمفاهيم الطب الحديث اللي احنا درسناه، لكن بيحاولوا يعملوا ستادي ويفهموا، لقوا ان انا ما بعمل ستيميوليشن بالاكوبانكتشر نيدل ده بيؤدي الى ان انا السيجنالز دي هتروح للستيميوليت البريفرال نيرف، وبعدين على بعد كده السيجنالز هتروح للسباينال كورد البيتويتري والميد برين، وبالتالي هيطلع بقى الريليز النيورو كيميكال زي الاندورفين والمونوامين والكورتيزول. الستيميوليشن دي يا اما بواسطة النيدل يا اما بالبريشر يا اما بوصلها بجهاز كده اسمها الكترو اكيوبانكتشر، يا اما بحط نيد الاير، تعرفين في اجزاء في الجسم ممثله كامله منها الاير، وزي القدم من اسفل، فالاير وزي السكالب في اليانسا السكالب اكيوبانكتشر، فالاير فيها بوينتس معينه للهاندل والاندوكراين وكده، فبنعمل لها ستيميوليشن بواسطه ابر صغيره شورت نيدل، وبيتحط بنظام معين وليها بتضغط قبل الاكل بشكل معين، واللي بتعمل ستيميوليشن كويس وبتعمل نتائج. والاكل بريشر قلنا بالضغط. في الموكس باشر ان انا اجيب حاجه كده هيربس وبنولعها تبقى جنب النيدل، فبتعمل ستيميوليشن اكتر للنقطه اللي احنا ضغطنا عليها، او ان انا استخدم الليزر، ودي بقى احنا
يعني متفوقين فيها جدا في المركز، وعملنا لوت اوف ريسيرش مع معهد الليزر تبع جامعه القاهره في الليزر اكوبانكتشر في ديفرنت ديزيز جايز فيري جود ايفكت، والكابينج زي ما اتكلمنا وبدانا نشتغل فيه. زي ما قلنا ان اهتمامنا بالكابينج مهم جدا از كومبلمنتري ميديسن. التيوري دي بليفد انها بتشتغل ان الامبالانس اللي بيبقى بين في الطاقه ما بين زياده او نقص، لكن انا هقول لكم بسرعه على ان الكابينج طبعا اتكلموا على الاحاديث الشريفه اللي يعني وما ينطق عن الهوى، يعني احنا الايفيدنس بيست مش شرط ان احنا ريسيرش زي ما قلنا، احنا ما بنقول ايفيدنس بيست بي هناخد كده التدرج من ميتا اناليسيس لغايه لما نوصل للكيس ريبورت او الراي العالم لاخر حاجه، لكن في ايفيدنس بيست اللي نازل في القران الكريم والسنه الشريفه، ده بالنسبه لنا احنا كمسلمين ايفيدنس بيست، حاجه نزلت في القران، طب القران بيقول وما ينطق عن الهوى، يبقى اذا الاحاديث الصحيحه اللي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا ايفيدنس بيست، امال احنا بنعمل ليه ريسيرش عشان نشوف مين اللي ينفعه ومين اللي ما ينفعهوش، اذا كان في ضرر على حد ما يستخدمهوش، مين التكنيك ده هيعمل ايه؟ الثيوري بتاعت الاكشن بتاعته ازاي؟ هتنفع مين وما تنفعش مين؟ مش كل حاجه هتنفع كل حد. فدي الغرض من ان انا بس باكد على الايفيدنس بيست بالنسبه للاحاديث الشريفه. طيب هقول الكابينج تايبس بقى بسرعه لان هم ده اللي الشغل بتاعي. الفيرست كاتيجوري بيتقسموا الخمسه كاتيجوري، الفيرست اذا كانت يا ترى هي دراي ولا ويت ولا مساج ولا فلاش كابينج ثيرابي. الدراي زي ما احنا عارفين هنعمل ساكشن من غير ما نعمل ايه تشريط ولا ايه البلاد هيطلع. الويت ان احنا هنعمل ساكشن وبعدين نعمل سكراتش او كده وبعدين نعمل كولكشن للبلاد دي مره ثانيه. وبعدين في الرننج كابينج ان انا هدهن اويل او حاجه وابتدي اعمل زي ما انتم شايفين موفينج السكشن كاب عشان تعمل نوع من المساج معاها. الفلاش كابينج ده لا، ان انا هضغط واعمل وبعدين اسيبه عده دقائق اشيله وارجع احط تاني الكابينج بالكاب. يعني السكند كاتيجوري اللي هي ان انا بقسمها السكشن ده يا ترى هو لايت ولا ميديوم ولا سترونج. زي ما انتم شايفين اذا كان في الاولانيه خالص دوت بشفط بكميه صغيره يبقى لايت، يا اما ميديوم يا اما اللي بعدها سترونج، يا اما حاجه اسمها بالستايل كابينج اني انا بوسط جهاز فيكم يعمل شفط معين يشفط بدرجات مختلفه فيعمل درجات مختلفه من الفيكم ودوت اللي هي اسمه بالستايل كابينج. الثيرد كاتيجوري اللي هي بستخدم انهي طريقه؟ يا ترى فاير زي زمان ان انا بولع وبرجع احطه على جسم العيان وبعدين يبرد يحصل ساكشن، يا اما المانيوال بواسطه الجهاز اللي زي ما انتم شايفين الحاجه اللي بنستخدمها في الساكشن، يا اما اوتوماتيك ساكشن كابينج ثيرابي. الفورث كاتيجوري اللي هي اذا كنت هستخدم نيدل، لان زي ما انتم شايفين في الرسومات في ممكن يستخدم نيدل ويعمل كابينج جنبيها. ممكن الموكسي باشن زي ما قلنا، ممكن ماجنت، ودي كلها حاجات موجوده بتتباع جاهزه، يعني الماجنت مع نفس الكاب، الماجنتيك او الليزر او الكتريكال ستيموليشن، وفي بالووتر اللي هو اكواتيك كابينج ثيرابي. الفيرس كاتيجوري اللي هي هتعالج اقل حاجه، يعني لو في سبورت كابينج بيسموها او بيدي كابينج للقدم او كوزماتيك كابينج، يبقى في ميل بتشتغل على الابدومينال، يبقى حسب الايه الكونديشن او الاريا اللي هيتم معالجتها. ودول ال 26 قسم اللي يعني اتكلمنا عليهم. As a conclusion بنقول هنا ان الكابينج ثيوري يعني هو مستخدم بالذات في العالم العربي لما فيه من الكالتشر بتاعتنا وامور خاصه دينيه وبالكالتشر بتاعنا، لكن زي ما قلنا بيستخدم على يعني
يعني في العالم كله. وبقول هنا ان there is clear need for more quality well designed large scale clinical trial to evaluate مش بس الافيكاسي بتاع الكابينج, لا السيفتي والميكانيزم اوف اكشن اوف كابينج ثيرابي. And thank you very much. Thank you very much Professor Maha for this informative talk. And now the last but not least actually Dr. Naveen from Canada. She's one of the main founders of our group. Dr. Naveen is a pediatrician, complementary medicine, evidence-based lecturer. She has a great experience in teaching education. She is very dynamic, active, online teacher. She has a website for e-learning. شايفة بقى أنا بعمل لك دعاية للويب سايت بتاعك ازاي. Dr. Naveen actually is an amazing guy. Dr. Naveen, she will give a talk about how hijama works. Please, Dr. Naveen. And the massage therapists that all try to integrate and approach the people with multidisciplinary approach. Dr. Richard, the owner of the clinic, is the head of the Department of Complementary Medicine in the University of Ottawa, which is the capital of Canada. And he has medical students having electives in the last year of medicine to observe what other specialties do. So you as a doctor know what chiropractor do versus osteopath, homeopath, nutritionist, dietitian, blah, 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 and all these kind of things that some doctors are not fully aware about what the limitations for each practice is. So like this medical student came and she observed one of the cases that I had, and the cuffs were on the back of the person like that. And she said, what's that? We didn't study this in medicine. And I told her this is an ancient medical technique. And she said, how come I don't know about it? And I said, "What?" And she said, what is it? And I said, what do you see? And she said, I see suction and I see cups. And I say, and what do you see? And she said, I see redness under the cups. I say, what does it translate to you? And she said, it translates into increased circulation. I say, what else do you see? She said, I see pulling. I see the skin is pulled in the cup. And I say, what would it be good for? And she said, it would probably be good for stiffness, for increased range of motion. And that was only her observation. So what started me with cupping is me was this 10 years ago. That was me. I was like morbidly obese. I have fibromyalgia. I have rheumatoid arthritis. I was on Humira, Celebrex, and I had methotrexate as line of treatment, anti-malarial. I went into a path until I had saturation. I reached the plateau that I go to every specialty and say nothing else for us to do. That's it for the game. I was 30, I was about 43 years old, almost disabled. I was one step away from a wheelchair. I couldn't step up or down the stairs. I couldn't button my buttons. I had this figurement in my hand. I had five discs in my neck. I was totally, totally functionless. I was only going to the university lecture, go home, and sleep for the rest of the day. I have to change my clothes only once, every day. And it was disabling. Until my supervisor, I was teaching in Faisal University in Riyadh, and the head of the department, he said, Naveen, go get hijama. And I said, what the heck is hijama? Don't take the picture from me. You can take it. No, you can, you're welcome. Okay, no problem. No, it's just like, you know, nobody knows in 10 years, span instead of me being in a wheelchair, I'm now standing in front of you. Alhamdulillah, fully functional. I do sports 3-4 times a day, a week. I do stairs. I tapered down my medication. Like I'm totally functional. So I wanted to know how this works. I had to go through so many things.
I will make it very short. Like I will just do an overview of some hijama papers and literature. I have about 5 references at the end of the PowerPoint. I will enumerate evidence-based theories that you, most of you actually, will know more about it than me, and then the recommendations. So the pin gate theory is actually three things. Like people say, like the health is a multi-dimensional status. It's the social, economic, psychological, and biological. So me having a disease doesn't mean that I will react the same like other people. So the pin gate theory also indicates that the brain have waves to translate the pain. So the recent research study showed that people who are optimistic and outgoing and happy in general, they react better to pain and diseases than other people. That's why you can see somebody who's like a total amputee, like the 4 limbs, and he's an influential speaker because he reacted to this different than other people. The pain gate theory also translates that from alpha, beta, and delta waves to the brain have like this like touch, pressure, and temperature actually increase, like just block the pain sensation going to the brain and make the pain waves less, like less devastating for the person. The other one is diffuse noxious inhibitory controls, which is distraction method, counter irritation, and it's through the lower brainstem mediated inhibitory mechanism, and that is more translated in people with IBS, temporomandibular disorders, and fibromyalgia. And sometimes they relate this also to the external manifestations of autoimmune disease, for example, extra manifestations, why people with like rheumatoid arthritis might experience other autoimmune disorders and vice versa. Also for people who have, for example, like, you know, heart attacks or something, why the pain will translate to their left arm, like, and so forth. So the diffuse noxious inhibitory controls go also through the spinothalamic pathways. It's a very complicated thing that different research papers were translated differently. There is reflex zone theory, and that's the science of reflexology. It's very ancient medicine as well, that when you tackle some places, other places will be manifested. Like for example, people with renal colic, they do experience pain in the groin and back pain at the same time. People with, for example, pancreatitis will have sharp pain that's like sharp shooting to the back. So they do share like, you know, same neuronal pathways. Some people are doing research according, for example, to if somebody has C5-6 disorder in their neck, like a disc between C5 and 6. If you all agree, C5 and 6 will go to the diaphragm, for example, right? C3, 4, 5 makes me alive, so it actually supplies my diaphragm. It also supplies my trapezius, also supplies my dermatomes over here. So can you see the branching? So this is also theories that people build the practice of acupuncture and hijama for. How do we choose the points, for example? There's nitric oxide theory. Dr. Merim, alhamdulillah, really discussed that. There's activation of the immune system theory, and it's through three things. First is the local irritation and scratches. Second, activate the complementary system, and that's through so many research papers. Also increase the level of interferon and tumor necrotizing factor. I just wanted to tell you that my people that come to me in Canada are people who have no other place to go. So they tried everything. After 10, 15 years, the doctor will send them to me by prescription sometimes and tell them, go check me in what you do. Okay, so, and it's not only hijama that I do. I do cupping, I do my facial release, and I do other things, lifestyle modification. I refer to other therapists, and I tell other therapists, if you ever reach a plateau, bring them to me for a couple of sessions, I'll bring them back to you when they're done. There's also blood detoxification theory.
And that is through so many things, including a renal filtration hypothesis, like this is increased hydrostatic pressure, the negative pressure of the cup, and so forth. I don't want to go through details, but I put some research paper at the end, and if you are interested to have this, please just send me like a WhatsApp message, like a message, or like just an email or whatever, and I will send the presentation for you. There is microparticle clearance theory. Also, Dr. Merrill talked about it. This is to the extent that some people use this. If any foreign body, like, for example, glass was impacted under the skin, there is genetic theory, and genetic theory is one of the best things that I worked on. People with, I published a paper for myotonic dystrophy. So many people, like this guy, he was 28 years old, and he came to me with almost grade one or two. This guy, he came to me, he's almost, like the doctor said, you are going to die from pneumonia after your respiratory muscles fail. So I published a paper 5 years follow up for this guy. His creatine kinase went down from 1950 down to 800. He's now fully functional, works full time, and he's very happy. He didn't have any, like, he wasn't responding to steroids, and they didn't have any solution for him. So the other thing is physical therapy and the rehabilitation. So it increased the cervical range of motion through the movement of the cup, the kinesis that we do. Like most of the therapies are based on kinesis and the temperature, hyperthermia and increased blood circulation. So this is a research paper. It studied the effects of stretching versus static and dynamic cupping on the lumbar range of motion, and they found it's superior than the stretching alone. There's also the local metabolism and pain thresholds in neck pain patients and healthy subjects had increased big time with cupping. The immune modulation, they studied Hashimoto thyroiditis. I also have Hashimoto thyroiditis. And if you see these before and after cupping, you can see it improved the cysts, improved the vascularity, it improved the range of motion, and it improved the quality of life in people with Hashimoto thyroiditis. It also improved, like the thyroperoxidase also level decreased dramatically after the hijama. These are my references, all from PubMed, and some of the clinical trials in the government of US are experiencing right now hijama to be used for chronic low back pain. As we mentioned, it has no standardization. Thank you so much for listening, and if you have any questions, I'd be happy to answer. احنا قدامنا 5 دقايق قول يا محمد. محمد 5 دقايق بس. لا يعني معلش. ادينا فكرة. 5 دقايق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بشكر طبعا سعادة اللواء الطبيب محمد رضا عوض على المجهود مع التيم ورك اللي موجود معاه. أنا بكمل طبعا الجزء اللي هما قالوا عليه اللي هو الالترناتيف ميديسن او الطب البديل او الاجهزه المسانده للجزء ده. الحقيقه انا سعيد جدا ان انا بتكلم معاكم. انا طبيب فنان، انا ليا اكثر من 19 يعني لقاءات خارجيه ومعارض في الخارج، وحصلت على جوائز كثيره جدا، لكن المسجد ما بين الطب والفن ده مهم جدا. فانا حطيت البرزنتيشن ده بحيث ان احنا نقدر نستفيد منه. هو use of art therapy for rehabilitation of the handicapped children and special needs. اشترك معايا في البحث ده 4 من العمالقة الحقيقة ولهم باع كبير في هذا الموضوع. Definitions بسرعة كده ممكن نجيب
Or art therapy is an, a form of expressive therapy that it is used for the creative process of making art to improve their personal, physical, and mental, emotional being. وبكلام عربي أكتر اللي هو بيستخدم لتحسين المود بتاع الفيشن وتغيير التصرف بتاعه في مقام إن أنا أحسن الحالة الصحية بتاعته سواء كان عن طريق الرسم عن طريق الموسيقى عن طريق الدراما عن طريق الألوان عن طريق مطلوب. احنا كان عندنا اكسبيرينس كبيره جدا في خلال تقريبا من 2000 بعد رجوعي من السعوديه بالفتره دي مع تقريبا 84 عيان مع مواقع كثيره جدا منها البيست اللي انتم شايفين كده النحت الخزف عملنا تجارب في الاوبرا زي ما تشوفوها مع مجموعه كبيره جدا من الاطفال وفي مجموعه منهم كانوا هانديكابد او عندهم كانسر وهتشوفوا بعد كده الجزء اللي احنا عملناه معاهم. الهيستوري از ذا هيستوري اوف ذا مينتال هيلث تريتمنت اوف ارت ثيرابي از ا كومبايند ستادي اوف ذا سايكولوجيكال ارت and bird MUCH later and you feel this is a type of the inconvenient therapy and is used for the cult self-estimated and awareness to improve the mood of the patients of the ability and enhance of healing of the patient. It is invite to the sensory, kinesthetic and sensory symbolizations of the addressed. This is the father of the art therapy, and most of the who are going there, they know the Edward Edison in Britain. زي ما انتم شايفين كده دي تجارب احنا عملنا أطقم كبيرة جدا for drawing and coloring وفي أماكن مختلفة زي ما هتشوفوا الأوتكم بتاعها. في جزء طبعا منهم هانديكابت وعندهم أمراض زي السرطان. زي amputation زي البول بتاعهم. So types of the disability زي ما انتم شايفين كده احنا بدأنا من Cancer Institute 57-357 hospital. الحاجات التانية كان عملنا برضو معاهم في Down syndrome autism في الأيتام مواقع كتيرة في الأيتام and evaluation for the taking for them of year evaluations and coloring زي ما تشوفوا التولز اللي كنا بنستخدمها. ممكن كده اللي هي ممكن الفيديو لو سمحت بس على الفيديو الأولاني ممكن تدوس عليه شغال. الحقيقه احنا عملنا الجزئيه دي تتفرج على الجمال بتاع الناس وهم بيشتغلوا. It's very very nice. شوف الكالوري شوف الايج بتاعها اللي في النص دي داون سندروم من مجموعه ممكن which is very very nice. التلاته دول بنستخدم الحليب وكان في عندنا استاذه سالي بره عرضه الاكسبيرنس بتاعها على امراض السرطان مع السرطان وعلى البروجريس وعلى الاتشيفمنت اللي ممكن حصلناه بيها. مش بس كده كمان عملنا في الاوبرا في جزء منه شوف الراجل اللي حاطط رجله كده يعني اخر قلاطه في الدنيا وحاسس قد ايه الكونفدنس بتاعته اللي موجود. Statistical data or there's experience, okay? Methods, there's different types, زي ما انا بقول لكم كده من 2016 الى 2022 for different types of the art, زي drawing, different coloring, pottery. انا بالنسبه لي كمان كان لي جزء من الفوتوغرافي art therapy using mobile. شوفوا قد ايه الجمال اللي احنا كنا قاعدين مع الاطفال في الاوبرا. تقريبا التوتال كان 81 حاله ال 57-357 كان 21 حاله بيت الخزف كان 10 بيت الكاريتيليه 9 وجمعيه التضامن الاجتماعي كان 41 التوتال كان 81
عملنا في الداون سيندروم 8 كيسز اوتيزم 5، عملنا انتلكتشوال ديسابيلتي 3، الاورفنس 3، الكانسر انستيتيوت كان 21 حاله، التوتال 81. دي كانت جميله جدا. وهو عندهم على فكره ارت ثيرابي فور سيرد فلور and they are very very nice and very cooperative, the team work there. So as I told you, it is a general illness. اتمنى ان المركز القومي للبحوث يحط الكلام ده برضه عندهم في الداتا. Disaster relief, dementia, autism, schizophrenia, geriatric, eating disorders and continent. شوف قد ايه الجمال بتاعهم. دي الاستماره اللي كنا بنستخدمها قبل وبعد وفي خلال عشان نقدر نجمع الكوليكتنج داتا ونقدر نقيم الحالات. مش بس الدروينج زي ما قلت لكم، الريزلتس بتاعتنا باختصار شديد طبعا في عندنا مثلا قص ولزق اللي في مصنا والدروينجز اللي موجوده، التوتالي اللي هو الخزف والطين والصلصال من الحاجات دي اكسبيرينس اللي انا كمان عملتها على الفوتوجرافي ارت ثيرابي. ودي عملنا ريكومنديشنز كبيره قوي ان الموبايل وانت حاطط في جيبه كل شويه عمال يبص عليها، لا ده هتحسن المود تحسن البيهيفير. الدف 57 357 دي في الاوبرا، دول الاطفال اللي احنا عملنا لهم اوت كم وجراديويشنز ليهم. وبنعمل ده دايما في اجازه نص السنه للمتابعه بتاعت الحالات بتاعتهم في الاوبرا. فدي طبعا فيري جود تولز. اتمنى ان المركز القومي للبحوث يحط اخر حاجه كونكلوجن. الكونكلوجن بتاعنا مش بس عشان الارت ثيرابي ده بس، but it is a relation between the fields of the art of therapy and the outsiders of art which is has been wider. And the term of this heart, art therapy is built with the first coin with the French. It is a very good tool for rehabilitation and faster of the healing of the patients. Thank you very much. شكرا دكتور محمد. طبعا حاجة مهمة جدا ان احنا نستعمل الارت ان ريهابيتيشن، وده موجود على فكرة بتدل نستعمله كتير في اليومين دول. دلوقتي الاستاذ دكتور ممدوح باشا سلامة عايز يسال سؤال بالنسبة للحجامة. دكتور ممدوح ليه؟ انا بشكر ابننا الدكتور رضا على تنظيم الجلسة القيمة دي بتاعت الحجامة. الحقيقة يعني شملت ناس أفاضل كتير اتكلموا في الموضوع، بس هقول نقطتين صغيرين. النقطة الأولى إنه اللي أثرها الدكتور حمودة أظن اللي هي عايزين أبحاث كثيرة في هذا المجال. يعني الأبحاث مهمة جدا علشان تبقى كل حاجة مبنية على أساس علمي سليم. الحاجة الثانية اللي برضه بشير لها بهذا الخصوص كانت الشيخ اللي كان موجود الشيخ سمير، هو كان قال برضو ان يعني زي ايه الناس بتبرزنت دايما الحاجات المتعلقه بانها يقول ان مثلا المسلمين طب اسلامي او الرسول قال او كده. وبذكر بس حاجه بخصوص هذا في مجال عسل النحل. عسل النحل طبعا في كله في شفاء للناس، ويعني في ناس عملت فيه ابحاث كتير اكتر من في باكستان والهند والحاجات دي، لكن دايما الغرب يعني يبقى ايه ريزنتنج شويه الحكايه دي. انا حتى يعني استخدمته في ثلاث حالات، واللي حاشني برضو ان ما فيش حاجه تشجع بحث علمي سليم. يعني استخدمت العسل النحل ده في ثلاث حالات، حالتين جلايوما في البرين ادفانسد مالجنسي، وعملوا بقى ثلاث عمليات ثلاث مرات ريكارنت ثلاث مرات، وخدوا كيموثيرابي وخدوا راديوثيرابي وخلاص خدت موافقه العيانين يعني اننا نعمل لهم الحكايه دي. وحملت لهم كنت بعمل يعني ايه اخر العمليه احنا بنحط شاشة وقف النزيف اللي هو سيرج سيل او حاجه زي كده، فكنت بس امبريجنيت ايد في الايه في العسل قبل ما نحط بس وقت
فدي كانت يعني ايه العسل نفسه ما بتعيش فيه ميكروبات لانه هو هبدري هايبروسكوبيك اعتقد ان هو وهو بيموت الخلايا عن طريق كده خلايا سرطانيه كان فكرتي كده ان هو الهايبروسكوبيك بار بتاعته القويه دي بتمص الميه من السيل فتقول السيل ضايع فعملتها في الحالتين ادفانسد جليوما وكان الحقيقه الريزلت بتاعته يعني مشجعه اولا الهيموستيزس كان بيرفكت خالص وبعدين عاشوا زي الفتره العاديه اللي بتاعت المتوقعه دي وانا كنت خدتها الحكايه دي من زمان الله يرحمه الدكتور الكهكي كان بعد ما عمل ترانسفنويد البليدنج كله كان يحشي شاش في العسل البليدنج وقف على طول لانه بيعمل اكستنسيف فيزوسبازم في الفيزز يعني وعملتها بقى بجانب حالتين الجلاوما دول كان في حاله كولويد سيست دي حقنت فيها الستيروتاكسي في العسل فراحت خالص حتى بقيت خايف انه يعني يحصل رياكشن في البنتركل بتاع ما حصلش حاجه ابدا والعيان ماشي كويس جدا وعايش كويس لغايه دلوقتي لكن اللي حاشني بقى برضو الابحاث يعني ايه يعني هتحط السيل ده قد ايه جايز ياثر بعد كده على مدى قد ايه تاثيره يوصل ل يعني كنت بحطه في البيت اوف ذا تيومر لكن ممكن يجتاز للبرين سيلز العاديه بعد كده ولا لا عايزه يعني ايه بحث فمجال البحث ده مهم جدا الغرب بقى مش بيشجع الحاجات دي عشان هي حاجات يعني متعلقه بالدين زي الفورتول وكده متعلقه دي اللي بس بذكره برغم من كده احنا معتادين كان في جراحه الاعصاب نوقف النزيف بتاع السكال والبون عن طريق تعرفين السكال فيها اوتر تيبل وانر تيبل وبينهم في دبلوك فينز فلما بنفتح في السكال لازم نخر العظم العظم ده كنا نوقفه بحاجه اسمها بون واكس دي من ايام انا كنت لسه نايم كان الاستاذ بتاعنا عنده كلنا معروفه في جراحه الاعصاب الحاجات دي البون واكس ده بيوقف النزيف من البون ونقول عليه هورسلي واكس خواتها هورسلي هو اللي اكتشفه يقول لك هورسلي بون واكس كلنا ماشيين عليه انه هورسلي بون واكس فمره من كام سنه كده يعني كنت قاعد بستني في العمليات لقيت علبه بتاع الهورسلي بون واكس ده بشوفه ايه ده لقيته عباره عن شمع العسل اللي هو الشمع اللي بتاع العسل بس هم بيموديفاي يقولوا عليه بورسلي لكن ما يقولوش ابدا ان هو عسل شكرا شكرا جزيلا على الكومنت الجديد ده ان شاء الله احنا بنبتدي على فكره دلوقتي والدكتور محمد يوسف ليدنج الريسيرش في هذا الموضوع ما لا لا حضرتك لو بتعزل ليه انا كنت عايز اوضح النقطه دي واحنا يعني فضل تفضلت احنا النقطه دي مهمه جدا واحنا ماشيين في بحث في قسم الروماتولوجي ايميونولوجي في القصر العيني ريسيرشر دكتوره رسميه استاذ مساعد فيري كومبتنت ريسيرشر وخلصنا التو اثيكال ابروفرز وماشيين ناخد الموافقات ويعني ان شاء الله دكتور كامل ايضا كنا بنتحدث من عده ايام على انه عايز يكونتاكت ريسيرش في قصه الميجرين بس حضرتك زي ما تفضلت احنا يعني عايزين نعمل اويرنس ويمكن النهارده جهد استاذنا الدكتور رضا في انه يرعى سيشن حجامه والزملاء اللي هم فاوندرز في المبادره بتاعتنا والدكتور ميرل جاي من البوسنه الدكتوره نيفين من كندا وكل الزملاء المتميزين من مصر انا يعني بافخر بهذا الحمد لله وهنا ايضا انا بوجه شكري للدكتوره خلود مش عارف هي قاعده فين دكتوره خلود ايوه يعني اقرب ان احنا نحييها دكتوره خلود هي دينامو المجموعه بفضل الله حضرتك احنا في خلال اسبوع ان لم يكن يعني يمكن اكثر هنعلن عن الجمعيه المصريه للحجامه ودي احنا بنحس ان هو اتشيفمنت حضرتك احنا في بودي مش محبين فرادى حضرتك لما يبقى في بودي هذا البودي يجمع الناس ويقدر يتكلم اوفيشالي وده بفضل الله ايضا من يعني الناس اللي وراء القصه معانا المهندس محمود ورا كل لحظه المهندس محمود انت فين انا مش شايفه يعني كان في كل لحظه وانا لعلي يعني اكون نسيت اخونا الكبير استاذنا الدكتور عبد الجواد الصاوي جاي من السعوديه دكتور عبد الجواد يعني مصور
ولولا طويل في الحجامة بتاعتك. والحمد لله يعني أول كل الناس دي فولنتيرز يجمعهم فقط محبة باشن لهذا العلم الريسبكتد ريكوجنايزد عالميا وله في التماس مع السنة النبوية المشرفة اللي للأسف في ناس كتير بيتحدثوا بالي عن النقطة دي عشان احنا زي ما حتى فضلت مش عارفين نمشي فيها ساينتفكلي. أنا يعني بشكل